ينضم إلينا هاتفيا من مدينة الغردقة المصرية عبد الله بلاحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي. سيد عبد الله، ما أهمية ما تم التوصل إليه في الغردقة وما هي الخطوة القادمة؟ نعم، مساء الخير مساء لكم ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا أهمية ما تم وصل الاتفاق عليه هو الاتفاق على مسألة الاستفتاء على الدستور. كان هناك خلاف في هذه المسألة حاد جدا بين المجلسين، وبالتالي هنالك مشكلة في إيجاد قاعدة دستورية سواء في مسألة الانتخابات الرئاسية أو في ما يخص الاستفتاء على مسودة الدستور التي أصدرتها الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في البلاد. اليوم ما تم التوافق عليه هو الذهاب إلى الاستفتاء على مسودة الدستور وفقا للقانون الذي أصدره مجلس النواب، قانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، شريطة يحصل أو ينال مشروع الدستور ثقة الشعب الليبي في النظام الدوائر الثلاثة في الأقاليم الثلاثة بخمسين زائد واحد. بالإضافة إلى النقطة الثانية في الاتفاق هي تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن هذا الاستفتاء من خلال إيقاف النظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء المتوافق عليه، هو قانون إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر لإعلان الدستور الصادر من مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018. فبالتالي تم تجاوز هذه النقطة الخلافية وتم الاتفاق على الإجراء الاستفتاء على الدستور بعد أن يتم اللقاء بالسيد رئيس مفوضية الانتخابات وأعضاء المفوضية للوقوف على مدى جاهزية المفوضية لإجراء الاستفتاء. سيد عبد الله، ما هي فرص نجاح هذه الخطوة في ضوء بأن الملف الليبي اليوم يشهد تحركات دولية وإقليمية كثيرة ومتشعبة بهدف إيجاد حل وتوترات على الأرض أيضا؟ نعم، طبعا أهمية المسار أو اجتماعات الغردقة أو التطورات التي حصلت وتحديد المسار الدستوري هو إيجاد القواعد الدستورية لدعم المسارات الأخرى سواء المسار السياسي أو غيره. كل المسارات مرتبطة بإيجاد قواعد دستورية من أجل الانطلاق في الاستحقاقات القادمة، ومثل ما أسلفت بأن استحقاق الانتخابات واستحقاق الاستفتاء على الدستور هذه استحقاقات هامة. فبالتالي تكمن من هنا أهمية هذا الاتفاق وأهمية المتمثلة في إيجاد قاعدة دستورية للمضي قدما في الاستحقاقات الديمقراطية القادمة. شكرا جزيلا لك من مدينة الغردقة المصرية سيد عبد الله بلاحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.